الحمد لله رب العالمين. انطلقت المعركة منذ 4 أيام، كانت لمرحلتين. المرحلة الأولى حررنا فيها عدة نقاط، منها كراج العباسيين وعقدة البانوراما ومعامل النسيج وما حول معامل النسيج، وتم قطع شارع العدوي هناك. في المرحلة الثانية أيضا تم تأمين هذه المناطق بحيث لا يصل إليها النظام بشتى الوسائل. نعم، المناطق اللي تمت السيطرة عليها بالمرحلتين شو كان؟ المعامل النسيج بداية، معامل النسيج هي تتألف من عدة أبنية تمت السيطرة عليها كاملا، وكان فيها قوة عسكرية كبيرة لقوات النظام، حيث تم قتل أعداد كبيرة الحمد لله في هذه المنطقة. المنطقة الثانية هي كما ذكرنا منطقة عقدة البانوراما، وهذه العقدة هي عقدة ذات أهمية كبيرة، منها إمداد النظام لقواته المتواجدة في القابون وبرزة. تم قطع هذه العقدة ناريا من قبل المجاهدين، وتمت السيطرة عليها ناريا كاملة، والنظام لا يستطيع الوصول إليها بأريحية إلا عن طريق الدبابات التي وقصف الطيران الذي ربما قليلا يستطيع الوصول لأطراف منها من جهة البانوراما. نعم، شو أهمية هذه المناطق التي تم السيطرة عليها من قبلكم؟ أهمية هذه المنطقة بالنسبة لعقدة البانوراما كما ذكرت هي نقطة واصلة بطريق العدوي وبداية استراد دمشق حلب، وهذا الاستراد معروف، هو الاستراد الوحيد الذي يربط دمشق بحلب، وأيضا هذه العقدة تربط بداية شارع العباسيين فارس خوري. فهذه العقدة ذات أهمية استراتيجية للنظام، حيث إمدادات النظام كلها لمنطقة القابون ومنطقة برزة، خاصة الذي يخوض فيها معارك النظام، نخوض معه معارك فيها، تتم إمداداته عن طريق هذه المنطقة كاملة. وبقطع هذه العقدة نارية من قبل المجاهدين تم قطع الإمدادات، وخاصة بطريق وصوله إلى طريق القلمون. نعم، كيف كان رد قوات النظام على المعركة؟ طبعا منذ البداية النظام دائما في بداية أول ساعات تكون صفوفه مرتبكة جدا ولا يستطيع الرد، ريثما يفيق من الصدمة التي أصيب بها. لله الحمد كانت صدمة كبيرة وجهها المجاهدون في حركة أحرار الشام الإسلامية وفصائل المجاهدة في الغوطة الشرقية، وجهوا صدمة كبيرة لقوات النظام، مما أربك قوات النظام، مما أدى إلى بعد ساعات إلى أن يستفيق من هذه الصدمة، ولكن استفاقة هستيرية أدت إلى أن يكثف طيرانه، مما كثف قصفه على داخل الغوطة، لم يكثف قصفه على المناطق المتواجدة فيها الثوار في جوبر، وإنما كثف قصفه على مناطق الغوطة الشرقية وعلى مناطق الآهلة بالمدنيين عربين وزملكة وحمورية وغيرها من المناطق. كل المناطق تقريبا كان فيها قصف كبير من الطيران، واستعان النظام بالطيران الروسي، وكان هنالك طيران أيضا ليلي، الطيران الليلي أول يوم وبالنهار ليلا ونهارا لم يغادر سماء الغوطة الشرقية سبب الصدمة التي وجهت إلى النظام، وأيضا المدفعية التي وجهها النظام إلى مناطق الغوطة الشرقية. كان هنالك خسائر كبيرة لقوات النظام، سواء كانت خسائر مادية
أو خسائر بشرية. خسائر مادية بالنسبة للقتلى الحمد لله بالعشرات القتلى، وكان بينهم عدة جنسيات، ليست فقط جنسيات سورية إنما جنسيات أخرى كان بينها، سواء كانت إيرانية أو جنسيات عراقية أو ميليشيات حزب اللات. وأيضا كانت هنالك خسائر مادية بالدبابات والآليات والعربات الآلية، كان هنالك تدمير لعدة دبابات لا يقل عن 7 أو 8 دبابات، وهنالك دبابات أيضا تم عطبها لله الحمد. نعم، الوضع العسكري الآن على الجبهة شو؟ الحمد لله حاليا النقاط التي تمت السيطرة عليها من قبل المجاهدين في هذه المنطقة يتم تدشيمها وتحصينها بشكل جيد، ولم يتم استعادة أي نقطة كما يدعي النظام أنه استرجع معامل النسيج. ولله الحمد نحن الآن في يومنا الرابع اليوم، والبارحة ليلا نشرنا صور حركة أحرار الشام الإسلامية على معرفاتها الرسمية، نشرت كثير من مقاطع الفيديو والصور التي تثبت وجود الأحرار في هذه المنطقة، وتكذب ادعاءات النظام بأنه يسيطر على هذه المنطقة أو تم استرجاع شيء من هذه المنطقة. ونراهن النظام على أنه يستطيع تصوير ولو صورة بسيطة في هذه المناطق، سواء في عقدة البانوراما أو كراج العباسيين أو حتى معامل النسيج والمنطقة التي حول معامل النسيج. شو سبب اختياركم لهذا التوقيت للقيام بهذه المعركة؟ نحن في الغوطة الشرقية كما تعلم لم تتوقف فيها المعارك منذ فترة. النظام مع أنه أبرم كثير من الهدن، رغم ذلك لم يلتزم بهدنه مع المناطق التي أبرمها. ففي حزر ما منذ شهور لم تتوقف المعارك هناك، ونخوض معارك كبيرة جدا هناك. بعد ذلك بدأ هجمته في القابون وبساتين حي برزة. لله الحمد الثوار لا زالوا صامدين في هذه المنطقة، فلذلك اضطر المجاهدون أن يربكوا النظام ويضربوه ضربة مؤلمة موجعة من حيث لا يحتسب. فتم توجيه ضربة موجعة للنظام في هذه المنطقة، منطقة جوبر بطريق أحرار الشام وبقية الفصائل المجاهدة في الغوطة الشرقية، كما ذكرت لإرباك النظام وتشتيت جهوده التي يركزها على منطقة بساتين برزة والقابون ومنطقة المرج. نعم، رح يكون في مراحل أخرى لهي المعركة؟ أخي الحمد لله كما ذكرنا نحن بدأت مرحلة أولى ثم ثانية، ثم كان هناك أيضا تكثيف بالهجوم في منطقة القابون بين المرحلتين، هي مساندة لهاتين المرحلتين. وهنالك مراحل جديدة كما ذكرنا في مرات سابقة، نحن نتبع استراتيجية جديدة إن شاء الله تعالى من حيث تشتيت النظام وضربه في أماكن لا يظن أن الثوار يقومون بضربه منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الله يجزيهم الخير ويقويه هون، والله سبحانه وتعالى يألف بين قلوبهم ويرفع البلاء عن الأمة. وهي انتصارات حلوة كثير يعني للأمة، والناس من زمان مستني تسمع هيك أخبار، تسمع أخبار انتصارات وتأليف القلوب بين الناس كلياتها. الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل، يعني الشباب حققوا مكاسب كثير كثير، وحتى باغتوا النظام بعقر داره، يعني انه ظن انه النظام انه ما حدا رح يصلي وكذا والى اخره. الحمد لله هو متهاوي ومتهالك ومنتهي، يعني نسال الله عز وجل انه يالف بين قلوبهم وشدوا عزيمتهم الشباب على كلمه واحده ان شاء الله. نسال الله ان الله يثبتهم ويثبت اقدامهم وينصرهم، نتمنى انه الله يوفقهم ويتحدوا كذا يكونوا سوا بيد واحده. نسال الله انه يثبتهم ومواقعهم هنيك ويفتح عليهم، نسال الله ان يفتح عليهم. والله الانتصارات بتخلي النفسية المواطن مرتاحة،
وثاني شيء بنوجه كلمة للمجاهدين إنه الله يثبتكم ويوحد كلمتكم وتشتغلوا لله ما تشتغلوا للأنا فقط، وأكثر من هيك الله يأجركم ويثبتكم ويقدمكم كمان أكثر من هيك. والله شيء بيرفع الرأس بدك بالحكي يعني، والله شيء حلو مرتب، ونحن الله يثبتهم يا رب، نقول الله يثبتهم يا رب ويقوي قوي عزيمتهم على يعني حاجة ما سالفة يعني لا عبر لا ائتلاف ولا روسيا ولا رح تفيدك كل الحكي هذا، كل الحكي ما رح يفيدنا لا روسيا ولا إيران ولا إسرائيل، ما كل هذا كله لعب ضحك على الشعب. هتفوت الفتوى على الشام عن جد عن جد، الله يجبر بخاطرهم، الله يفك قوي عزيمتهم يا رب، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم يا رب بجاه سيدنا محمد، والله شيء بيرفع الراس. الله أكبر، ما أحلى خبرية سمعناها هاي اللي عم يصير، الحمد لله الله يفتحها عليهم بجاه لا إله إلا الله، وشغلة كبيرة كتير رفعت معنوياتنا، وين كنا وين صرنا، الحمد لله رب العالمين. يعني وللمجاهدين بضيلهم الله يثبتهم والله يفتح عليهم بجاه لا إله إلا الله. والله هي شعور كثير كويس وكثير انبسطنا وفرحنا على الشيء اللي سمعناه خلال الأسبوع هذا، إن كان في الشام وفي ريف الشام وفي حما هون بريف حما، بعد ما كنا يأسانين وشبه منتهيين بعد الشيء اللي صار بهالسنة اللي مرت على الثورة سنة يأس. الحمد لله رب العالمين، سمعنا بالأخبار صارت في قلب العاصمة، كان كتير أخبار كويسة بتقدم لحرزو السوار، نتمنى يتقدموا إسا وما توقف المعارك وتنضم كافة فصائل المقاتلة بالشام وبريف الشام وهوني كمان بريف حمال. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بوصلوا لحما، أخبار كتير كويسة والله الحمد لله رب العالمين. طبعا نحن لا نسمي هذا انتصارا، الانتصار هو تحقيق أهداف الثورة، لكن هي عبارة عن عملية متابعة للثورة بعد أن أخذت منحى الاكتئاب والإحباط، خصوصا بعد معارك حلب وتقدم الجيش الروسي على المعارضة أو الثورة السورية بما لديه من قوة طائرات وضغط جوي، استطاع أن يعني يسترجع مدينة حلب. الآن عادت روح الثورة والتفاؤل بإسقاط هذا النظام من خلال القيام بهذه العمليات وخصوصا عمليات دمشق لأنها الأقرب إلى رأس النظام. طبعا حماة لا نخفيك أنها هي الأمل، لكن الأقرب إلى رأس النظام هي دمشق العاصمة، ولذلك نحن نناشد جميع المقاتلين والعاملين في الثورة من كل الجهات الثورية أن ينضموا لعمليات دمشق، أن يرفضوا عمليات دمشق بكل ما يستطيعوا من قوة حتى نستطيع أن نغير هذا النظام، نقلب هذا النظام، أو لا نقول هذه العصابات المجرمة. طبعا حطمنا الإرهاب الدولي وحطمنا من دعم هذا النظام، كل يضحك على هذا الشعب، وهذا الشعب قال يا الله ما لنا غيرك يا الله، عليه أن يجتمع ويوحد صفوه حتى يحقق النصر من خلال عملية دمشق إن شاء الله.